بينما يجتمع زعماء وقادة المجتمع الدولي لتوجيه الانتقاد لإسرائيل ومطالبتها بوقف إطلاق النار، تضرب الدولة المحتلة بكل رغبات ومناشدات العالم ومطالبات المجتمع الدولي ومنظماته عرض الحائط باعتداءات مستمرة وقصف متواصل وتصعيد لا يتوقف في غزة ولبنان. تتحرش الدولة المحتلة وجيشها بجيرانها، تنهب وتسرق وتغتصب وتحتل، ويقف العالم يشاهد ممارسات الاحتلال عاجزاً أمام وحشيته وإبادته الجماعية للمدنيين القُصّر أو المواطنين العُزّل، بمن فيهم من أطفال وشيوخ. ورغم الغضب الدولي الذي اجتاح العالم بسبب إصرار نتنياهو على توسيع دائرة الصراع وقصف المدنيين وحرب الإبادة، وتأرجح الموقف الأمريكي بين الشد والجذب في تقديم الدعم اللامتناهي لحكومة الاحتلال، قصف إسرائيلي متهور يرى خبراء أنه سينتج عنه دورات أكثر دموية من العنف، ما دعا كبار المسؤولين الأمريكيين علناً إلى خفض التصعيد. بينما تحاول الإدارة الأمريكية إيجاد مخرج دبلوماسي للصراع المتفاقم في الشرق الأوسط، ويرى الخبراء أن نتنياهو يتحدى الإرادة العالمية والمجتمع الدولي بسبب سياسة الدعم العسكري الأمريكية لحكومته التي يصفها البعض بأنها شيك مفتوح يعزز قدرات جيش الاحتلال ويقوي شوكته، في وقت تظهر الإدارة الأمريكية معلنة رفض التصعيد وخفض العنف بالمنطقة.